هل تبطل الصلاة برنة التليفون النقال أو المحمول؟ والجواب لا، لا تبطل الصلاة. لو نسي المصلي الهاتف الجوال أو النقال، نسي أن يغلقه في الصلاة، لو نسي أن يغلقه في الصلاة وبدأ الهاتف النقال في الرنين، لو نسي المصلي، وإلا في الأصل، في الأصل إذا دخل المصلي بيت الله جل وعلا بمجرد ما يدخل، أنا أرى وجوبا عليه أن يغلق الهاتف، أرى وجوبا عليه إن لم يكن ناسيا أن يغلق الهاتف. لماذا؟ لأن الهاتف قد يشغل، لا أقول المصلي وحده، بل قد يشغل المسجد كله. يا أخي أغلق الشيطان المحمول، هنا اسمه الشيطان المحمول، في هذا الموطن اسمه الشيطان المحمول.